أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الغربال وشفنا كل ما فيه، لكن يبقى هناك الكلام الكثير بعظمة لسانه، خطاب العطار ولعبة الصغار. اللي حدث الفترة اللي فاتت هي الحلقة المفقودة اللي المهندس عدلي تقريبا من بداية الأزمة كان بيقول لك يا جماعة في حلقة مفقودة، الدنيا كده على بعضها مش راكبة، في حاجة مش مفهومة، إلى أن عرضنا في الحلقة الماضية وكنا أول برنامج نعرض الخطاب اللي ظهر اللي كان أرسل من اتحاد الكورة لوزارة الشباب والرياضة، خطاب كانت انفردت به فيتو. الخطاب اللي شامل الخمس مطالب اللي الاتحاد الأفريقي بعتهم للاتحاد الاتحادات كلها، ادي الاحداث اللي عندي، شوفوا مين عايز ينظم ايه. ده اللي حصل. الاتحاد المصري تجاهل دور الابطال واختار الشاطئيه والنسائيه وحاجات من اللي هي. الدكتور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد هو المسؤول التنفيذي، لكن الخطاب موقع باسم الدكتور او الاستاذ جمال علام، والدكتور اشرف صبحي كوزير قال الكلام ده بمنتهى الوضوح يا باشمهندس. وهو حتى مع الاستاذ احمد موسى امبارح اكد على هذا الكلام. قال احنا لما جالنا خمس بنود، ما جاش سبعه، ما فيهمش اول بند اللي هو تنظيم نهائي دوري الابطال، النهائي اللي هو اهم بند. يعني هو انت تفتكر الوزاره لو قرت البند ده ما كانش هتبص في الباقي، او هتبص في الباقي لانه مؤجل، كلها حاجات مؤجله، لكن ده اللي كان الاولويه الملحه والاهميه الملحه. طب ليه اتحاد الكره عمل كده؟ نشوف الدكتور وليد العطار في اون تايم سبورتس تفسيره ايه. الناس تلقي باللوم والاتهام على الاتحاد المصري لكره القدم، حضرتك معايا ارجوك توضح لنا الموقف وتوضح لنا حقيقه هذا الخطاب من عدم. عاده احنا بنطلب البطولات المجمعه الا اذا نادي طلب مننا ان هو يعني مهتم بتنظيم او مهتم ان يبقى التنظيم البطوله، هو اذا كان النادي عايز ينظم البطوله. مظبوط. هل ده معناه انه الاهلي لم يرسل اي خطاب اليكم بطلب هذه البطوله؟ هو لو كان ارسل لنا كنا حطيناه على طول في الجواب. طب اشمعنى بيراميدز بعت والاهلي ما بع، يعني المعلومه ازاي وصلت لبيراميدز ان هو يقدر يبعت والاهلي ما بعتش؟ كل من يشارك في البطولة عنده شروط المسابقة من بداية المسابقة، فبيبقى عنده خلفية ان احنا في نهاية هذه البطولة المفروض انها هتبقى مباراة نهائية واحدة، المباراة النهائية هتبقى مباراة واحدة مش من ذهاب وعودة، وهيحدد لها بلد، البلد دي مفترض ان النادي المشارك بيقول خلوها عندي، او يعني اعملوا حسابكم انها تبقى عندنا لو راغب هو في ده. طبعا هو الدكتور وليد العطار بيقول كلام هو نفسه مش مقتنع بيه. يعني اصل شروط المسابقه بتتبعت، يعني في شروط المسابقه اللي لهم انت عايزين تنظم ولا؟ وبعدين يقول له اصل في له حديث ثاني بقى، ها، مع شوبير بيقول هو الاهلي ما يقدرش يطلب، اصل ده الاتحادات هي اللي بتطلب. شوف، ما هو الله يرحمه محمود عبد العزيز في الكتكات لما قال له انت هتستعملني يا هرم، هو كده، هو الناس دي شغاله هتستعملني يا هرم، لانه الحقيقه مبدئيا. بس خلي بالك من نقطه، يبدو ان الاستاذ وليد العطار ما قالش الاستاذ وليد العطار وهو داخل على ابراهيم فايق انه قال كده لشوبير. لا، هي كمان النقطه في الجزئيه دي، الاتحاد هو اللي بينظم مش النادي. ثانيا، انت جالك جواب، الطبيعي تعرض على النادي. جالي جواب نهايه دوري الابطال. هو النادي يعرف الديت تايم اللي انت تحدد لك نهايه فبراير. لا، ده قال لك ان كل النادي بيجي له في شروط المسابقه. لا، ما هو طب والا لو هي كده كان الاتحاد الافريقي ما يبعتلكش ويعتمد على انه كل نادي عنده من شروط المسابقه. انت الاتحاد الافريقي بعت للاتحاد المصري وكل الاتحادات حدد له ميعاد، جواب جالك 19 يناير وقال لك نهاية فبراير آخر ميعاد. نادي الأهلي أو نادي الزمالك، لأنه في وقتها الأهلي والزمالك موجودين في البطولة،
الاهلي والزمالك يعرفوا منين ان تحدد نهايه فبراير؟ بالله عليك. رقم اثنين، انا هو اصلا هو الوداد، هو الوداد اللي نظم تاني. ثانيا ارجوكوا بلاش الكلمه دي، ما تلومش نادي على غلطتك. السنغال، السنغال اللي عندها فرقه اللي طلبت التنظيم ما عندهاش فريق، الفريق الوحيد اللي شارك عندها في دوري الابطال خرج من دور ال 64 في شهر سبتمبر السنه اللي قبلها، وتقدمت وتقدمت. نيجيريا اللي كانت قدمت طلب واترفض، وبرضه دي حاجه من 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 سوءات الاتحاد الافريقي انه رفض ملف نيجيريا في الكونفدراليه وقال لك غير مستوفي الشروط. نفس الملعب في دوري الابطال اللي قال لك غير مستوفي الشروط اديله الكونفدراليه. اه طبعا، عشان الكونفدراليه كيوت كده وصغيره على قد يعني هي كانت المساله انت بتوسع للاتجاه. بعد ما قالوا ان في تصويت للسنغال، المغرب كسبت بالتصويت، طلع قال لك لا ما فيش تصويت، ده المغرب السنغال انسحبت. ده كلام كله كله بيستعمى بعضه، صدقوني كله بيحاول يكذب ويداري على انه الاتحاد الافريقي وقع تحت قوه ونفوذ فوزي الاقجع. فوزي الاقجع استخدم نفوذه وعلاقاته وشغل السنة كلها لصالح بلده، ده يحسب ليه مع وضع في الاعتبار تاني. هاني أبو ريدة مش ممثل مصر، وفوزي الأقجع مش ممثل المغرب، الاتنين بيشغل المقعد الخاص بدول الشمال الإفريقي في الكاف ومن ثم في الفيفا، فبالتالي هم المفروض يكونوا معنيين بمصالح الكرة كلها مش النطاق الإقليمي الضيق. هو استند انك انت تعرف لو طلب وهو خدها المشكلة، لو خدها المغرب ها كنت هتقول له انت اشتغلت لصالح المغرب، يقول طب ما انت ما طلبتش. ايوه، ففضلت انه الاتحاد المصري ما طلبش. انا كنت اتمنى على الدكتور وليد العطار يقول بصريح العباره ليه الاتحاد المصري ما طلبش.